اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بنجمه النادي الاهلي في الكاراتيه ومنتخب مصر ايه هشام. اهلا بيك يا ايه. اهلا بحضرتك، ومبروك، الله يبارك في ده حضرتك. لقائنا التاني. انا سعيده جدا ان انا مع حضرتك مره تانية، لا ده احنا وحضرتك مبسوطين. دايما مهتم بالالعاب الفرديه. طبعا طبعا، انتوا الابطال واحنا بنهتم بالابطال. شكرا لحضرتك. برحب بنجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا ياسمين الهواري. اهلا بيك يا ياسمين، اهلا بحضرتك، منورانا. ميرسي، بنور حضرتك، ميرسي. دي المره الاولى ان شاء الله ما تبقاش الاخيره، ان شاء والبطولات اللي الله جايه كتير باذن يا الله. رب باذن ان شاء الله. الله اي اجي لك. يمكن بطوله الجمهوريه شهدت منافسه شديده الحقيقه المره دي، لان الحقيقه بقت كل مصر بتلعب كاراتيه. يعني بعد تفوق الكاسح لينا في الاولمبياد وتفوق النادي الاهلي في الكاراتيه ونشر اللعبه، بقى انديه كتير جدا بقت في منافسه. كلميني عن استعدادات بطوله الجمهوريه، ابتدت امتى وخلصت امتى، ومنافسات كانت شكلها ازاي؟ بطولة الجمهورية احنا ككاتا احنا لعبنا في شهر 12 وخلصناها في شهر 12. بطولة الجمهورية بتعتمد، يعني مش بيبقى في تمرين منتخب، هي بتبقى كل لاعب بيلعب باسم النادي بتاعه، فكل لاعب بيستعد يعني بره ومع النادي. فانا كنت بتمرن مع مدربي يعني كابتن محمد، انا كابتن محمد مسؤول عني مسؤولية كاملة يعني يعني كاتا وبدني. وبتتمرني في الجزيرة ولا بتتمرني في فرع اخر؟ بتمرن في الجزيرة أو في أهلي مدينة نصر. فكل لاعب بيستعد بالبدني والفني. وبطولة الجمهورية المرة دي فعلا كانت من أقوى البطولات، علشان هي زي ما حضرتك قلت لعبة انتشرت أكتر، كل ما بتنتشر كل ما المنافسة بتبقى أشد، ولأن الاحتكاك الدولي كمان بقى أكتر. فده بيعلي من مستوى اللعيبة، حتى اللي هم المصنفين كل سيزون بيبقى المستوى أصعب من اعلى. الأول. ده حقيقي. صحيح. طيب انت بالنسبه لك على المستوى الشخصي كانت ايه المباريات المهمه بالنسبه لك؟ ابتديت ازاي؟ يعني كلميني عن رحله اللقب، خاصه ان انت ما شاء الله خدتي ذهب، صح؟ الحمد لله. يعني كلميني عن المشوار، لعبت ازاي، وصلت لغايه ايه، مريتي بايه، ايه اللي ايه المباريات اللي انت كنت فيها موفقه جدا، وايه المباريات اللي انت كنت قلقانه منها؟ يعني كلميني باستفاضه ليك انت. انا الحقيقه البطوله دي كانت يعني ليها ظروف خاصه عندي، يعني كانت إيه بقى؟ ان انا كان عندي شويه يعني ظروف في البيت، ووالدتي تعبت شويه. الف سلامه. الف سلامه. طب هي اخبارها ايه دلوقتي؟ الحمد لله بخير. احسن بجد؟ الحمد لله. تمنيتنا بالشفاء طبعا، وان شاء الله تبقى يعني يا رب. احسن والله صحه. هي يا رب. قويه جدا الحمد لله. ان شاء الله يعني ربنا يشفيها يا رب، ودايما تبقى بصحه ودايما منوره البيت. فكانت البطولة دي يعني صعب عليا نفسيا كمان قبل أي حاجة طبعا. بس هي الماتشات عندنا كلها بتبقى تقيلة، خاصة من دور الثمانية. احنا بنلعب الأول ماتشات ونوصل لدور الثمانية، ومن دور الثمانية بنبدأ نلعب دوري. ان انا بلعب 7 ماتشات، بلعب كل البنات اللي في الثمانية. فطبعا هي الماتشات كلها بتبقى يعني مهمه وكلها بتبقى تقيله، ما فيش، ما اقدرش يعني كله، يعني ما فيش ماتش دول احسن 8. طبعا طبعا يعني ومصنفين، ومنهم ناس اكيد لاعبات بالظبط، كلهم منتخب ابطال مصر. عالم، كلهم في منتخب مصر. فده طبعا بيبقى من اول دور الثمانيه المنافسه بتبقى شرسه جدا. شفنا الصور، انت كنت واخده الموضوع بجد جامد. يعني مركزه، ووشك نفسه كان فيه يعني تركيز قوي. لازم، احنا الكاتا قتال تخيلي، فلازم يبان. انا يعني انا ما فيش حد بضربه، بس انا كاني انا بضرب حد. انا صحيح. يعني تركيزي، وبعدين انا عندي لو تركيزي راح لثانيه ممكن يحصل هزه، ممكن يحصل اي حاجه تطير الماتش. دي يعني اتغلبت عليها ازاي؟ ازاي عديتي نفسك نفسيا؟ هل كابتن محمد قعد معاكي؟ ازاي عديتي نفسك ان انت تنسي الظروف دي مؤقتا على الاقل اثناء المباراه؟ لا هو لا يعني هو فهو فعلا كابتن محمد بيبقى مجهزني لده. بصراحه الفتره دي فعلا كانت فتره صعبه، سواء على محمد ايه اسمه، محمد ايه، كابتن محمد عبد القادر. محمد عبد القادر هو مدرب في نادي الاهلي. ما انا عارف، بس احنا اصل في كباتن محمد كتير، فانا عايز اخص بالشكر. عبد القادر حقيقي مفيش كلام يعني يوصف الفتره اللي فاتت تعبه ومجهوده معايا، سواء نفسي قبل اي حاجه. فهو فعلا قدر يخليني افصل واركز في الملعب كويس، وكان مجهزني في وقت قليل جدا، لان كان غصب عني مش بقدر اتمرن بالشكل الكافي. ولكن هو ما شاء الله يعني عنده من الخبره اللي يقدر يجهز في وقت بسيط، فهو لا يعني قدر يخليني افصل فعلا. الحمد لله. الحمد لله. والبطوله كانت في شهر 12 بس، انا بقى احنا دلوقتي في فبراير، فاكيد في الوسط كان في مباريات، وانت كمان شاركتي في الدوري العالمي. الدوري بس خلينا نروح لياسمين برضو يعني اسمع منها.